أسعد الله مساكم مشاهدين، وحياكم الله. حلقة متجددة من برنامجكم الرمضاني اليومي، برنامج سوالف رمضان. وأكيد في بداية حلقتنا وكالعادة خلونا نطلع معاكم على السريع ونشوف مين ضيفنا لهذه الحلقة. أبوك كان حمالي شغل عندي. أقول طال عمرك شرقية ما شرقية، إذا ما تهمني اشتغل في خطوط تبلاين ما تهمني. إذا ما تعرف تقول كلمتين اسكت أحسن. المنتج والمؤلف والممثل الفنان عبد الله العامر. أهلا أهلا مساء. دكتور عبيد موجود؟ عبيد أنا بالنيابة عنه. الفنان عبد الله شارك بعدة أدوار مختلفة. أنا أستغرب الأستاذ سيد ضليع في الشعر وفي الأدب لا يعرف جميل بوثوم وهو ملقب بشعر متخيل. سمعت عن شياطين الشعر؟ شياطين ايش؟ الشعر اللي عندهم قرون لهم شنبات طويلة. الفنان عبد الله بإبداعه أنتج لنا سلسلة دراما هوامير الصحراء اللي لامست قلوبنا وشدتنا معها. يا خال هدي نفسك، انا قايل لك من الاول اللي قاعد تسويه غلط، ما سمعت كلامي طال عمرك. انت ايش تبي بالضبط يا حمود؟ ها؟ ابدا يا خالي ما في شيء، انا ما ابغى غير سلامه الشيخ. نرحب بضيف سوالف اليوم الفنان عبد الله العامر. اللي بنسويه راح تعرف ان شاء الله بعدين، لكن بعد ما انحلت مشاكلك مع الجو